لكن هؤلاء المرتزقة في الشغب يرمون علينا الطلق الحي. وين الحي بسوق الأورز دي؟ عيد بروح أبوك. عيد بروح أبوك. نعم نعم للعراق. نعم نعم للعراق. نعم نعم للعراق. نعم نعم للعراق. وستكون لنا صولة كصولة جدنا العباس. وسوف نصول على هؤلاء الفاسدين والمفسدين. وسوف نضرب بيد من حديد. يجب أن تكون لنا وقفة جادة. لأننا تيار عريض وواسع. إننا ندعم هؤلاء المتظاهرين كما ندعم مشروع المرأة العراقية. إن المرأة نصف المجتمع. هي الأم التي أنجبت هذه الأجيال. وهي الزوجة كما تقول الحكمة. رجل عظيم. امرأة عظيمة. هذه المرأة التي ضحت وما زالت تضحي. إنها شفتة من الحنان. بل هي قارورة. ويجب الحفاظ على هذه القارورة. يجب إشراك المرأة في العملية السياسية. يجب أن يكون لها صدر واسع وأن تملك خلفية قوية وقادرة على